نور الله جل جلاله هم التين والزيتون والشفع والوتر مهابط وحي الله خزان علمه ميامين في أبياتهم نزل الذكر وأسماؤهم مكتوبة فوق عرشه ومكنونة من قبل أن يخلق الذر ولولاهم لم يخلق الله آدما ولا كان زيد في الأنام ولا عمرو اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله يا أبا القاسم يا رسول الله يا إمام الرحمة يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا فاطمة الزهراء يا بنت محمد يا قرة عين الرسول يا سيدتنا ومولاتنا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند الله يا وجيهة عند الله اشفعي لنا يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها المجتبى يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا
إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا أبا عبد الله يا حسين ابن علي أيها الشهيد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. يا وجيها عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا. يا أبا الحسن يا علي ابن الحسين يا زين العابدين يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. يا وجيها اشفع لنا عند الله. يا أبا جعفر يا محمد ابن علي أيها الباقر يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. يا وجيها عند اشفع لنا. يا أبا عبد الله يا جعفر ابن محمد أيها الصادق يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. يا وجيها عند الله
اشفع لنا يا أبا الحسن يا موسى بن جعفر أيها الكاظم يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. يا وجيها عند الله اشفع لنا يا أبا الحسن يا علي بن موسى أيها الرضا يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. يا وجيها عند الله يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها التقي الجواد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. يا وجيها عند الله اشفع لنا يا أبا الحسن يا علي ابن محمد أيها الهادي النقي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. يا وجيها عند الله اشفع لنا يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها الزكي العسكري يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا.
يا وجيها عند الله اشفع لنا، يا وصي الحسن والخلف الحجة والخلف الحجة أيها القائم المنتظر المهدي، يا ابن رسول الله حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا اشفع لنا عند الله، أين الطالب بدحول الأنبياء وأبناء الطالب بدم المقتول بكرب؟ ألا يا أهل العالم إن جدي الحسين قتلوه ظمأ، ألا يا أهل العالم إن جدي الحسين سحقوه عدوا، ألا يا أهل العالم إن جدي الحسين تركوه لأبكين عليك بدل الدموع دما، لأندبنك صباحا ومساء. اطلبوا حوائجكم فإنها تقضى بمشيئة الله تعالى. لا تنسوا إخوانكم أصحاب الحوائج، المرضى، طالب ذرية، طالب العلم. يا سادتي وموالي أني توجهت بكم أئمتي وعدتي ليوم فقري وحاجتي إلى الله، وتوسلت بكم إلى الله واستشفعت بكم إلى الله، فاشفعوا لي عند الله واستنقذوني من ذنوبي عند الله، فإنكم وسيلتي إلى الله، وبحبكم وبقربكم أرجو نجاة من الله، فكونوا عند الله رجائي يا سادتي يا أولياء الله،
صلى الله عليهم أجمعين. ولعن الله أعداء الله ظالميهم من الأولين والآخرين، آمين رب العالمين. اللهم اقض حوائج المحتاجين، يسر أمورهم، اشف مريضهم بمريض كربلاء زين العابدين، عجل وقرب فرج إمام زماننا. اللهم كن لوليك صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه وفي كل ساعة وليا وحافظا. ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه لقضاء حوائجكم وشفاء مرضاكم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه. إلى أرواح أمواتكم وشهدائكم، رحم الله من قرأ سورة الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد.